أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن تشغيل المراكز الاجتماعية في الفترة المسائية خلال شهر رمضان يعكس الحرص والاهتمام بدعم مختلف المؤسسات الحكومية التي تقدم جهودا تنموية رائدة ومساندة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفهومها الشامل. حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة إيناس محمد الماجد الوكيلة المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية، هل توضحين لنا طبيعة عمل المراكز الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك؟ نعم، شكرا على الاستضافة. بالبداية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حبيت أبارك للقيادة الرشيدة ولكم وللمشاهدين. موافقة مجلس الوزراء الموقر بخصوص تشغيل المراكز الاجتماعية في الفترة المسائية حدث مهم بالنسبة لنا في وزارة التنمية الاجتماعية. أولا، الوزارة راح تمد خدماتها لساعات أطول، بالتالي تتمكن من تقديم خدمات وبرامج إضافية. ثانيا، واللي هو الأهم، راح يتمكنون المواطنين من خلال الفترة المسائية الاستفادة من الدورات والبرامج، وخصوصا اللي عليها إقبال كبير. وثالثا، تحقيق جوانب اقتصادية للأسر المنتجة البحرينية من خلال عرض وبيع منتجاتهم. الله يسلمكم، حبيت بعد أبين أن التشغيل المسائي راح يشمل 7 مراكز تغطي كل محافظات المملكة. القصد من مد ساعات العمل الفترة المسائية تحقق أقصى استفادة للمواطنين من خلال طرح مجموعة من البرامج الحرفية والبرامج الفنية، وأكيدا راح يعزز من روح المجتمعية من خلال لقاءات الأهالي. نعم، السيدة إيناس محمد الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.